ويواصل معبر قسطل استقبال المصريين العائدين من السودان. وللمزيد ينضم إلينا من معبر قسطل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك رامي محمد. رامي، آخر ما لديك من أنباء حول استقبال المصريين العائدين من السودان؟ تحياتي لكم ولكل متابعينا من الضفة الأخرى لمعبر قسطل البري الحدودي، ونحن الآن بصدد وصول المعديات التي تقل الحافلات والوافدين من المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى. وكما نرى الآن من خلفي قيام المعدية بالوصول إلى الضفة التي أتواجد بها الآن، ومن ثم هبوط ونزول العديد من الحافلات التي تقل المواطنين المصريين والوافدين من جميع الجنسيات. ولو أيضا تتحرك الكاميرا الآن لتظهر اصطفاف عدد من عربات الإسعاف بانتظار فراغ هذه المعدية، ومن ثم العبور إليها والعبور إلى الضفة الأخرى حيث معبر قسطل البري، ومن ثم الخدمات المقدمة من الحكومة المصرية والجهود الكبيرة المتمثلة في عدد من الأدوار وعدد من الخدمات اللوجستية وأيضا الطبية والإنسانية. وكما نرى الآن من خلفي اصطفاف عدد من الحافلات بانتظار هبوط ونزول الحافلات التي تقل الوافدين والمواطنين القادمين من الأراضي السودانية، ومن ثم الصعود إلى هذه المعدية للعبور إلى الجهة الأخرى حيث معبر قسطل البري. هذا هو المشهد. لو تحدثنا أيضا عن حالات العبور اليوم، حيث تشهد المعابر المصرية سواء قسطل أو أرقين البريين الحدوديين حالة من الهدوء والسيولة المرورية في حركة الوافدين بعد انخفاض الأعداد، ونتحدث عن وفود عدد من أصحاب الجنسيات الأخرى من السودانيين وأيضا الهند ونيجيريا وغيرهم من أصحاب الجنسيات والفلبين مروا اليوم عبر معبري قسطل وأرقين البريين. لو تحدثنا أيضا عن وفود العديد من المبادرات المصرية سواء من القبائل والعائلات المصرية الكبيرة لتقديم المساعدات سواء اللوجستية والمواد الغذائية والخدمات الطبية، وأيضا مشاركة كبيرة لبنك الطعام المصري بتزويد هذه المعابر بالوجبات الخفيفة وأيضا الأطعمة والأغذية للوافدين من المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى. هذا هو المشهد. نتحدث عن استمرار في عملية الإجلاء، نتحدث أيضا عن حالة من السيولة واليسر في عملية استقبال الوافدين وبدء انخفاض الأعداد تدريجيا، نتحدث أيضا عن وفود العديد من أصحاب الجنسيات الأخرى ومعها تستمر الخدمات المصرية والجهود المصرية الكبيرة سواء اللوجستية أو الطبية وغيرها في التقديم. وكما نرى الآن من خلف وصول المعدية التي تقل الحافلات المحملة بالوافدين من الجهة الأخرى حيث معبر قسطل البري الحدودي، وبانتظار أيضا الحافلات الفارغة التي تنتظر المرور إلى الجهة الأخرى عبر هذه المعدية من خلفي، وانتظار أيضا لعدد من عربات الإسعاف التي سوف تذهب إلى المعبر لتقدم العديد من الخدمات سواء بالعيادات المتنقلة أو مراكز الإغاثة أو من خلال الفرق الطبية المتحركة. هذا هو المشهد، وإليكم الكلمة.